احنا من هنا غادي نزيدو باش نوريكم المشروع كي داير في وسط المشروع انتم راك تبتيك لنا ديما انتم بالشعبون مدينة مكناس هي في طور الازدهار هنا كتقدم في المشاريع السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اهلا المتابعين الكرام داخل المغرب خارج المغرب اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم واحد ونصور لكم واحد المشروع كاين في هديم ساحه هديم تابعونا حتى الاخير ولا ما اشتركش في القناه ديال الشرق وهذا فضلا وليس امرا وعاونونا بالله كافوا لكم وترجونا حتى يصلكم كل جديد تابعونا هذا الفيديو حتى الاخير هذا المنتزه كاين في قريب من الساحه الهديم هذا مشروع في طور الانجاز راه سعد هديم راه سعد هديم راه المرشد هديم راه هو المرشد هديم هانتم راه المرشد هديم هاي باش تعرفو فين كاين المشروع هانتم راه بلاصة تاكسي ياسر راه بلاصة تاكسي هديم راه راه المرشد الجديد في تيكر راه هو المرشد الجديد ها انتم المشروع فين كاين